أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد قوله سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقلنا إن خصوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حينما يرون الدعوة تنتشر شيئا فشيئا يحاولون إيقافها لا من جهتهم بالعدوان على من يؤمن ولكن من جهته صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إليه بوفد وقالوا يا محمد إنا بعثنا إليك أو بعثنا إليك لنعذر فيك علشان ما حدش يلومنا لما نعمل حاجة، لأنك قد أدخلت على قومك ما لم يدخله أحد قبلك، شتمت آلهتنا وسفهت أحلامنا وسببت ديننا، فإن كنت تبغي مالا جمعنا لك مالا فصرت أغنانا، وإن كنت تبغي جاها وشرفا سودناك علينا وجعلناك رئيسا، وإن كنت تبغي ملكا ملكناك. فقال والله ما بي ما تقولون ولكن ربي أرسلني بالحق إليكم، فإن أنتم أطعتم فبها وإلا فإن الله ناصري عليكم. حاولوا بينهم وبينه لعل الأمر حين يكون سرا يتساهل رسول الله فيه، فلما لم يجدوا ذلك قالوا نتوسل إليه بمن يحب، لأنه ربما خجل أن يقبل منا ونحن خصومه، فلنوصل إليه من يحبه. ليه؟ لأن اللي يحبه هيقدر يتفاهم وياه، زي ما احنا نقول لا فلان يقدر يتفاهم وياه كده بالحسنى ويفهمه الى اخره. فذهبوا الى عمه فقال قولته المشهوره: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته او اهلك دينه حتى انصره الله. اذا ما فيش فايده. قولوا من ناحيه ثالثه قالوا طيب بقى ننتهي على امر هو وسط بيننا وبينك، انت تسيب الناس الفقراء اللي انت رابط نفسك بهم دول وتتجه اليهم. فانزل الله قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وقال ما تتبعش الناس اللي عندهم اهواء دول. وبعد ذلك قال الحق: الاسلام او الدين الذي انزله الله لا ياخذ الاحكام ممن ارسل اليهم رسول الله، لان رسول الله انما ارسل ليضع لهم موازين الحق، فأنتم الذين جئتوا لهدايتكم تضعون موازين الحق وتقولون اصرف وجهك عن كذا ووجه وجهك إلينا، الحق من الله. ليه؟ لأنه أنزل بعثني رسولا بالحق، فإذا كنتم أنتم اللي عايزين توجهوني تبقى المسألة انقلبت، لأنني جئت لأهديكم، تقول أنتم لتوجهوا منهجي وتقولوا تعال لنا ود وجهك لنا واصرف وجهك عن هؤلاء، قل الحق إيه؟ من ربكم، فالذي يقوله هو الذي يسير. وأنتم إذا كنتم تريدون أن أصرف وجهي عن الطائفة الفقيرة التي تدعو ربها غدوا وعشية وأنصرف إليكم، يبقى هذا الكلام منكم يدل على أنكم لا تدخلون الإيمان جادين، لأن الإيمان إنما جاء للسواسية، فإذا كنتم دخلتم على أن الإيمان هكذا فلا حاجة بها إليكم. وقل الحق من ربكم، ومش قال الحق من ربي، قال الحق من ربكم بإقراركم، لأن أنتم لما يجي يسألكم من خلق السماوات والأرض يقول من خلقكم ليقولون الله، فالذي خلقكم ورباكم وتعهدكم هو اللي منزل هذا الإيه الحق، مش ربا لوحدي، ده رب الناس إيه؟ رب الناس جميعا. وقل الحق، احنا قلنا الحق الشيء الثابت، وما دام الحق من الله فلا تغير له، لأن الذي يتغير كلامه مين؟ الذي يقضي شيئا ويجهل شيئا مقبلا فبعد ذلك يعدل، انما الحق من الله ما فيش حاجه بتدل عليه، ولذلك ايه لا استدراك على حكم من احكام الله لاحد من خلق الله. وقل الحق من ربكم. وبعد ذلك قال: ف
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ادخلوا على هذا الاساس ان كل حق ينزل منين؟ من الله. مش انا اخذ منكم الحق وبعد ذلك ارد اليكم، لا ما ينفعش. الحق من الذي ارسلني اليكم، وعلى هذا الاساس من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى اذا احنا اذا وجدنا امرا بغير مطلوب فليفهم ان الامر استعمل في غير موضعه، كما ضربنا مثلا وقلنا الاب اللي بيشوف ابنه كده مش عارف يقول له العب يا العب العب، هل يريد منه ان يلعب ولا ده تهديد؟ ده تهديد. كذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء، والا لو اخذت الايه على اطلاقها لكان من امن مطيع لمن شاء فليؤمن، والعاصي مطيع لمن شاء فليكفر. وما دام الاثنين مطيعين يبقى هتعذب ده وده ليه؟ الاثنين مطيعين. يقول لا، النهي هنا والامر ليس على حقيقته، وانما هو تسويه وتهديد، سواء عليكم ان امنتم او لا انتم حرين. ليه؟ لان الايمان حصيلته عائده اليكم، فالله غني عنكم ومش الله، وخلق الله التابعون له بالايمان بمحمد اغنياء عنكم ايضا. يبقى الاستغناء، استغناء الله عنكم مسحوب على استغناء الرسول عنكم، حينتصر دونكم وما تبقوش وياه. وقلنا ان الله سبحانه وتعالى جعل رسوله صلى الله عليه وسلم يصيح بالدعوه في مكه، يجهر بها في مكه، في اذن الصناديد، في اذن العتاة اللي ما فيش واحد في الجزيره بيخرج عن رايهم ولا عن امرهم، وقوافلهم مؤمنه ولهم السياده، صرخ بالدعوه الى الله في وسطهم. لكن النصر لم يجئ منهم، لان النصر لو جاء منهم لقالوا الف النصر والف الصياغه على العرب كلهم، فيبقوا تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به الدنيا. فقلنا ان العصبيه لمحمد لم تخلق الايمان بمحمد، ولكن الايمان بمحمد خلق العصبيه لمحمد. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إنا أعتدنا للظالمين نارا، اللي هيختار إيه؟ ما بتقولها من شاء فليؤمن ومن شاء، يبقى الكلام ده لمين؟ لمن شاء أن يكفر. طب بيعظم في العذاب، يفخم فيه ويهول فيه ليه؟ قال لك تهويل العقاب وتفزيع العقاب والإعلام بالعقاب والانذار بالعقاب مش علشان الناس تعمل الجريمه، ده كل ده علشان الناس بنت ايه؟ ما تعملش الجريمه. يبقى تفزيع العقاب ليه؟ علشان الناس لما تبقى يعرف ان العقاب فظيع تقوم تخاف. يبقى الله حين فزع العقاب رحم مين؟ رحم المنذرين، علشان ما ايه؟ ما يطبوش فيه. انا اعتدنا اعتدنا يعني اعددنا، المساله منتهيه، ومخلوق الجنة ومخلوق النار مش لسه هيعملها، لا أعدت وانتهت. وليه؟ وأعدت إعداد، إعداد قادر وإعداد حكيم. يعني أعد الله الجنة لتتسع لكل خلق الله إن آمنوا، الله أكبر. وأعد النار لتتسع النار لكل خلق الله إن كفروا، تبقى حاجة مضمون. يبقى إذا لما الناس يؤمنوا الناس يكفرهم، يبقى اللي يكفرهم يوفروا أماكنهم في مين؟ في الجنة. واللي قام يوفروا أماكنهم في مين؟ في النار. يفرقوا بقى ده على ده وعلى ده. الجنة ياخذ المؤمنين على صدقهم، ولذلك أورثتموها، تلك الجنة التي أورثتموها، يعني خدتوا نصيبهم. يبقى الله أعد الجنة لأن تتسع لكل خلق الله من لدن آدم، مش هتبقى حشرة ولا أزمة مساكن أبدا. وأعد برضه في النار على الناس لكل، على فرد منهم كلهم إيه؟ إنهم كلهم عصيين. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين، الظالمين إحنا قلنا الظلم ده أنواعه كثيرة. قمة الظلم إيه؟ الإشراك بالله، لأن الظلم تاخد حق الغير وتديه للغير، فالإشراك بالله ده إيه؟ قمة الإيه؟ الظلم. وبعد ذلك يأتي الظلم في الأشياء اللي دون ذلك، كل واحد هياخد على قد إيه؟ على قد ظلمه، إلا أن يكون إيه؟ مشركاً. مشركاً ده يفضل عذابه طوالي، والباقي اللي ظلم ظلم كده ياخد شوية عذاب إن لم يغفر الله أو إن لم يتب، وبعد ذلك هيدخلوا الإيه؟ يدخلوا الجنة. إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها.
السرادق زي احنا ما في بنفهم كده كأقامة سرادق ومش عارف ايه، يعني زي الخيمة كده زي السوار. أحاط بهم سرادقها، السرادق محيط زي ما نيجي على حاجة كده ونحجز مكان عن الأمكنة الباقية. يعني عملنا ايه السرادق على النار كده، طب وعملنا السرادق على النار ايه؟ عشان يبقوا محاطين به بحيث لا تمتد أعينهم إلى مكان خال من النار فيؤنسهم. لأن برضه لما يبقى في عذاب كده وبعدين يشوف شارع ويشوف بستان ويشوف مش عارف ايه، برضه يرتبط بهم ده يمكن يخرج، يقول لا احنا عملنا سرادق كده علشان ايه؟ اللي في النار يفضل فيها حتى لا تتمتع عينه بمكان خال من النار. أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا. ما معنى الاستغاثة؟ الاستغاثة صرخة ألم للمتألم، خلاص؟ لمن يدفع عنه ذلك الألم. ولذلك قلنا هناك ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مصرخكم يعني إيه؟ يعني مزيل صراخكم. لما تصرخوا كده بالعذاب مش عارف إيه، أنا مش حاجة أزيل الإيه؟ لأني أصرخ أزال الصراخ. ما أنا بمصرخكم أي بمزيل صراخكم، ولا أنتم بمصرخ، لا أنا هنفعكم ولا أنتم إيه تنفعون. فهم لما في النار يستغيثوا، يستغيثوا إلى الإغاثة قلنا صوت متألم إيه؟ لمين؟ لمن يدفع عنه الألم. فإذا سمعت كلمة وإن يستغيثوا يغاثوا، وإن تفهم إن هتجيبهم هبة رحمة. هبة إيه؟ هبة رحمة. تقوم تلتفت ويغاثوا بيخرجوا منه تتخفف عنهم النار، ده يغاثوا بماء كالمهل. الله، بقى ان يستغيثوا ويغاثوا بماء كالمهل. طب ما واحد يقول انا مثلا معتقد وانا عطشان يا راجل، يقول لي انا بتدي كوبايه ماء، يجيب لي كوبايه كده في ظاهرها انها ايه؟ ميه، وبعدين ايه؟ تبتدي تلاقيها زي الحمام يجي يشربها، هو يشرب الماء لايه؟ ليبرد ما في جوفه من الحراره، فاذا بها تزيد الايه؟ تزيد الحراره. وان يستغيثوا ايه؟ يغاث. هذا اسلوب تهكمي. اسلوب تهكمي يعني ايه؟ قال لك لان الاساليب اللغويه القاعده فيها ان المتكلم يخاطب مخاطبه على مقتضى حاله. يبقى حاله ايه؟ مثلا عنده فرح، مقتضى هذا الحال انه يقول له مبروك، ربنا يتم بالخير، مش عارف ايه، يبقى الكلام موافق لما ايه؟ لمقتضى الحال. مقتضى اي مطلوب الحال، حاله ايه؟ انه فرحان. يقوم يجيب له كلام كلام مفرح. ولا نقول له بقى واحد بنعزيه نقول له مبروك عقبال الباقي، ما ينفعش الباقيه في حياتك. الله، يبقى اذا المقتضى الحال، الحال الذي يطلب كلاما له مقتضى، له مقتضى. فان اخرجت المقتضى عن الحال الذي يطلبه وانت مش عارف تتكلم وما عندكش بلاغة علشان تحطها في المكان المناسب، ازاي بقى؟ قال لك افرض مثلا لا مؤاخذة ان الولد قاعد يلعب طول السنة فسقط، وابوه دخل بالنتيجة، والواد جه بقى دخل كده قال له يا سيدي مبروك السقوط، مبروك ايه؟ السقوط، عقبال السنة الجاية. الكلام ده يقتضيه موقف انه سقط؟ ما يقتضيش، يبقى بيتهكم بيه. يعني مش انت لعبت ومبسوط من نتائج اللعب وسقطت، يبقى كويس، مبروك عليك اللي ربنا ادالك اللي في بالك. الله، مبروك عليك، مش كلام في المقام ده. اذا المقام تهكمي، المقام تهكمي. الراجل اللي كان بينه وبين مراته وبين امه عداوه شديده، كل ما يدخل قضيه، كل ما يدخل قضيه، وبعدين الام ماتت. فدخل كده قالت له بقى في حياتك فمك، قال لها لا ما تزغرطي بقى انت وتسقي شربات. الكلام ما يقتضيش الحال، هو لا بيتهكم ولا ما بيتهكمش. اهي وان يستغيثوا يغاثوا. يغاثوا هم بدأوا يغاثوا، ده يزداد عذابهم، ده هم استغاثوا ليخفف عنهم الالم. فانت تجيلهم الاغاثه بشيء يضاعف الايه؟ يضاعف الالم، تبقى ما تنفعش. ولذلك هتيجي برضه لها مناسبه ثانيه. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه. ولذلك الشعر هناك يقول لك ايه؟ يقول لك انت رحت البني فلان ده عمل وياك ايه؟ قال تحيات بينهم ضرب وديع.
والله يحييني بانهم اداني علقه ايه على على وان يستغيثوا يغاثوا. بس بماء كالمهل. ما هو المهل؟ احنا نشوف الناس اللي بيقلوا السمك ويقلوا الطعميه، الزيت بياخد طاقه حراره اكتر من الميه، وبعدين يجي في الاخر كده اخر عكاره الزيت ويسموه الدردي، يسموه ايه؟ الدردي. ولذلك امهاتنا كان لما يزعلوا يقول لك طفحت الدردي، يقولوا لنا كده الدردي ده مغلي الزيت اللي معكر كمان، او هو مزاد كل معدن. كل ان زودت الذهب بقى سائل، ان زودت الفضه بقى سائل، ان زودت اي حاجه بقت سائل، بتعوز درجه حراره اكتر من مين؟ ده يغلي في درجة حرارة كذا، وده في درجة حرارة كذا، وده في المعادن لما تسيل تغلي في درجة حرارة ايه؟ يعني بماء كالمهل يشوي الوجوه. تشوي الوجوه، طب هو لما استغاثوا بماء كالمهل يشربوه يعني؟ هم قال لك ده هو من قبل ما يجي كده، قبل ما يدخل جفن يشوي ويشربوا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. هذا الحكم، بئس الشراب الذي ايه؟ يغاثون به. وساءت مرتفقا، ساءت الجنة مرتفق. ما هو المرتفق؟ المرتفق يطلق اطلاقات متعددة. المرتفق ساعة الانسان يكون قاعد كده في مكان واخد راحته، يوم يجيب مثلا تكاية ومخدة كده ويعمل عليها ايه؟ يتكي عليها كده، يبقى حط مرفقه على ما يريحه. يبقى المرتفق هو ايه؟ الشيء الذي يضع الانسان عليه مرفقه ليجلس ايه؟ مستريحا في غايه الراحه. بالله اللي ربنا قال دي دهان وسراب واحيط بها ومش عارف ايه مستغيث ويغاث، يبقى دي فيها راحه؟ ما يبقاش فيها راحه. ام قال لك ما هو دي برضه من ضمن التبكيت. ولذلك هيجي في اللي يعذبهم في الاخره، وكانوا جبابره في الدنيا وعاملين اعزه وعاملين لهم جاه ونفوذ وسيطره، يقول له ذق انك انت العزيز الكريم. انت عزيز قومك يا اخي، ايه انت العزيز؟ عزيز ايه؟ وفيها عزه دي؟ مش انت كنت عامل عزيز؟ خد ذقها بقى. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم في الايه دي كلام في اساليب متعدده. يقول مثلا ايه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. النزل ما هو النزل؟ النزل هو المكان الذي يعده الإنسان لإكرام ضيفه. لذلك بيسمي الفنادق إيه؟ نزل. برضه يسموها نزل. نزل برضه. لكن النزل هنا بالفلوس، أنت بتدفع. هناك نزل من مين؟ من غفور إيه؟ رحيم. ويقول مثلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور. يعني من الذي أعد هذه الضيافة؟ ونحن قلنا ان كل واحد بيعد للدب بتاعه على قدر غناه وعلى قدر بسطة كرمه وعلى قدر ما عنده. فاذا كان الله هو الذي يعد، هيعدها اعداد ايه؟ ما دام قال نزلا من ايه؟ من غفور رحيم. وجاب كلمه غفور رحيم عشان ايه؟ قال لك لان ما من مؤمن الا وقد هم بسيئه او عمل سيئه. يقول له اوعى في النزل ده تقول ده انا اصل كنت عملت كذا كذا، لان الله غفور لسيئتي. مش واخد، مش جايبها دي، هيديها لك على انك انت تبت وانتهيت وخلاص. غفور ايه؟ رحيم. وبعد ذلك ترى الكلام ده في الجنه. واذا كان بقى ينقلها للنار اهو، ده يبقى التهكم بقى، لان النار مش نزل، ما بيعدهمش نزل، ما بيعدلهم ايه؟ بيعدلهم ايه؟ فاما ان كان من المكذبين الضالين هناك لما قسم الاذان، اما ان كان من المقربين فروح وريحان، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. نزل؟ طب ده نزل، دي طالعه عند الجنة. قال لك ما هو ده التهكم بقى، نقل الكلام في غير ايه؟ مقتضاه. كان يقول اهانه من الجبان المنتقم، يقول لك لا نزل. هم.
هناك الآية الثانية بتاع سورة السجدة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا. يبقى إذا النزل في الجنة على طبيعته، إنما النزل في النار يبقى تهكم ولا مش تهكم؟ يبقى إيه تهكم؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا، بس يغاثوا بإيه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه. احكم على الشراب ده أنت بقى، خليك أنت على البئس الشراب وساءت إيه؟ وساءت مرتفقة. المقابل لها إيه؟ ما هو ألف من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب أين غبنا اللي إيه؟ اللي شاء أن يكفر، يبقى باك اللي شاء فالإيه؟ فليؤمن. لكن كان في حاجة اسمها اللف والنشر. لف ونشر انك انت تجيب اشياء في الاول وتجيب احكامها بعدين، بس بترتيب وجودها، بترتيب ايه؟ ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، دي كل واحدة حكمها. ومن رحمته جعل لكم الليل الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. مرة جمع الليل ايه؟ والنهار، وبعدين جاب الحكم لتسكنوا في واحد وايه؟ وتكتهلوا في واحد اخر. الله، يبقى مره لف ونشر، مره يجيب الحكم وصاحبه، الحكم وصاحبه، ومره يجيب المحكوم عليه كله في ناحيه واحده، وبعدين يجيب الاحكام، بس الاحكام تيجي مره بالترتيب ومره بالتشويش. امتى تيجي بالترتيب؟ اذا كان الحكم الاول للمحكوم عليه الاول، والحكم الثاني للمحكوم عليه الثاني، والحكم الثالث والمحكوم عليه الثالث، بالترتيب كده. زي ما قلنا زمان ان كانت بترتب بتقول ايه؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي. كم محكوم عليه؟ اربعه. قلبي ادي واحد، وجفني ادي اثنين، واللسان ادي ثلاثه، وخالقي اربعه. يبقى اربع مالهم دور؟ ايه اللي قصته؟ قلب وجفني واللسان وخالقي. خلاص؟ دول أربعة محكوم عليهم، أين الأحكام؟ طيب قلبي وجفني واللسان وخالقي راض وباك شاكر وغفور. يبقى هاتها الأول للأول والثاني للثاني والثالث. يبقى أكن قال قلبي إيه؟ راض، وجفني باك، ولساني شاكر، وربي غفور. بس جاب المحكوم عليه في ناحية وجاب الأحكام، ومرة يجي الحكم مشوش، يعني الأول للثاني والثاني للأول، مش بالترتيب، ثقة بأن نباهة السابع سترد كل شيء إلى أصلها. هنا بقى، هنا غيرنا إيه؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فالإيه؟ فليكفر. لو أن جاب اللف والنشر بقى الأحكام موافقة للأول للمحكوم عليه، كان يقول إيه؟ إن الذين آمنوا بأن من شاء فليؤمن، وبعدين يجيب بتاعة الكفار الثاني. أم قال لك لا، هو جاب بتاعة الكفار الاول، مع ان هو في الحكم ايه؟ الثاني. هناك في مساله الايمان بتاع عملها مشيئه، بس رجح ان تكون الاولى والثانيه هي اللي تبقى في من شاء فليؤمن. وفي العذاب قال لك لان درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. درء المفسده مقدم على مين؟ على جلب المصلحه. يبقى هنا فمن شاء فليؤمن حكمها الثاني، ومن شاء فليكفر حكمها الايه؟ الاول. ولو انها جاءت على الترتيب زي ما قلنا قلبي وجفني الى اخره، لكانت جاءت بالايه؟ بالعكس، هو اللي يتكلم رب. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، تبين لنا هنا ان الواو عطفت العمل على الايمان. يبقى الايمان العقيده التي ينبع عن اصلها السلوك، وبعدين السلوك حاجه ثانيه. يبقى ايمان بلا عمل يبقى ما اداش مهمته. طب فايده ايمانك ايه؟ تعمل بيه الايمان. طب ده الايمان فايدته انك انت توثق الامر المطلوب او الامر المنهي عنه الى الله اللي انت امنت بوجوده، انما امنت وبعدين ما عملتش على مقتضى الايمان، يبقى ايه الايمان ده؟ نعم. ان الذين امنوا، ولذلك بيك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر، ان الذين امنوا وبس كده وعاملوا الصالحات. طب يعملوا الصالحات هيعاكسوا اللي مش عارف ايه ويتعبوا زي الصحابه اللي تعبوا الاول؟ ام قال لك يتواصوا بالصبر ويتواصوا بالحق؟ نعم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات
إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إنا لا نضيع أجر من أحسن أولا من عمل، والذي أحسن عملا ما جاتش الإيمان يعني. أم أنا فنفره واحد كافر عمل عمل طيب أهو ده كان في من أحسن، لا نضيع أجر من أحسن عمل، بس حنديله عملت للدنيا فأعطيناك أجرها في الدنيا، ما بخصناش عملك، اجتهدت في دروسك لا ما كافر تاخد حظك، اجتهدت في زراعتك تاخد حظك خلاص. إنما إيه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ما يدخلش في حساب الآخرة دي أبدا. إنما في الدنيا من كان يريد العاجلة أعجلنا له فيها ما نشاء لمن. وبعد ذلك إيه مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، اللي ظن إنها تبقى إيه أعمال كويسة، يقول لك ده رجل أهل خير، ده بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا ومخلص لعمله وأمين ولذيذ ومش عارف إيه يتصدق، يقول له خلاص ربنا هيديها له في الإيه؟ في الدنيا. لكن في الآخرة لا. ليه؟ لأنه عمل في الدنيا أعملها لله ولا عملها للذات؟ ولأن يا سلام على رجل الخير ورجل الإحسان ورجل البر ورجل مش عارف إيه، اللي أنت عملت له بدنا لك الأجر بتاعه، وعملية تماثيل وعملية ذكريات وقعدوا يحتفلوا بيه والقلادات وكل حاجة ادوها لك. طب لكن أنت ما عملتش ليه؟ ولذلك هناك ربنا يحصره يديله حصرة، كسراب أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، فوجئ بوجود إله لم يكن يؤمن به. وإلى لقائنا.